بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغمي مقام. ساروا فاذلت الدمع إثر مسيرهم دما، والحشا مني عراه سقام. ظللت نادي في الربوع فلم تجب ندائي، وأنا للربوع كلام. صدق. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغمين يقاموا. سروا فذلت الدمع إثر مسيرهم دما، والحشا مني عراه سقام. ظللت أنادي في الربوع فلم تجب ندائي، وأنا للربوع كلام. وأنا للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم أبدا، أحبابنا هل من سبيل لوصلكم. ليطفى من القلب الشجي وام، وهل نلتقي بعد الفراق سويعة. ليحيا فؤاد لج فيام، ليحيا فؤاد لج فيام. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقاموا. تعالي الكربلاء. فيا سعد عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقاموا. رأوا أن دين الله بين أمية، تلاعب فيه ما تشاء طغام. فقامت لنصر الدين فرسان غالب. والنعم عليها من البأس الشديد وساغام، إلى أن ثووا في الترب بين مبضح، إلى أن ثووا في الترب بين مبضع ومنعفر منه تطاير هام. بدأت تخلص العشرة الأولى يا أبا عبد الله. إلى أن ثووا في الترب بين مبضع ومنعفر منه تطاير هام. فجاءهم سبط الرسول مناديا. ويلي عليك، المصيبة مصيبتك والغربة غربتك. صح كل ليلة نقرأ على فد واحد، ولكن يا أبا عبد الله المصيبة كلها أنت، والله العظيم كلها أنت. المصيبة بكل هاي ليالينا مصيبتك يا أبا عبد الله. فجاءهم سبط الرسول مناديا، أحبا يقوموا فالمنام حرام. أحبا يقوموا، أحبا يقوموا فالمنام حرام. ليش يا أبا عبد الله؟ والله حرام. رضيتم بأن أبقى وحيدا، ليلة الستة محرم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. فجاءهم سبط الرسول مناديا، أحبا يقوموا فالمنام حرام. رضيتم بأن أبقى وحيدا، وأنتم ضحايا على وجه الصعيد نيام. شلون تقبلون؟
وأنتم على وجه الصعيد نياموا ليش أنادي وما تجيبون الندى وأدري بيني وبينكم حال الردى وين مسلم وين عابس يا حبيب ليش عفتوني وتخلوني غريب ليش أناديكم ولا أسمع مجيب ماكو جواب حكوا ياهم يا أبطال الصفا ماكو جواب يا فرسان الهيجة ماكو جواب رجع خويرد يودع عائلته بعد شنو يسوي ما حد جاوبه بقى بس هو سمع صوت الله يعينك مالك معين خويا يعني يصير ليلة الستة ما اخذ منك دمعة على الحسين شلون يصير يعني شلابة عبد الله خلصت الليالي ما ظل عندنا شيء اربع ليالي بقت عن يوم العاشر اقصد خويا الله يعينك مالك معين وقومك على الغبرة اعذرهم مطاعين أنا منين جتني كربلة منين بويا علي عن كربلة بويا غبت وين هجموا فردها وواحدة اجمع وفرد اجمع العسل غيانا بلفت يم عزين لا جنقاب عبلهم تقل لي عاض عيوني علي من الفزع ملتم تعنت لي أهل الخيمة وتفزر الصخر ونت طبت قعدة قبالة وعلى خديان دمعتها تقل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبة هالوادم لفت شتريد شعنت كل فجاج البيد إلنا يول عندي زيد وشوف بكثر عج الخيل وادي اي كربلاء غيم يا نور العين زالف لي علي من تجر الرايات أهل النجف تراثكم هذا جابر أغائي هذا يا نور العين زالف لي علي من تجر الرايات وشوف الزلم عن الخيل تنزل صاب المسنات قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعلى هواشم يا نور العين زولف لي قلبي خايف على اهلي ام وحده بتلت مثلي عزل لا جيت للكوفه ولا هالشهر المحرم يا ويلي من سمعها حسين حن وسالن عيونه يقل اخاف ازولف ليج ووجهك ينخطف لونه الجتلي وجتله البيتي يا اخويا القوم يردونه ولا بد ما تشوفيني فوق الذرة مقطعيني يا زينب لا تنوحيني وعينك علي تام النار لو شبت بالمخيم عينك علي تام النار لو شبت بالمخيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون. تلخيص سريع لما مر مع إكمال البحث على جناح السرعة، يعني إكمال ما توقفنا عنده على جناح السرعة، باعتبار بكرة ليلة العباس ما عندي محاضرة ساعة كاملة مصرع قمر العشيرة عليه السلام، فأحاول الليلة أستعجل أطرح أكبر عدد ممكن من المعلومات، وبعد ليلة العباس هم نكمل البحث إن شاء الله تعالى، بكرة يصير فاصلة. المهم بحثنا السنة زيارة المعصومين عموما والحسين خصوصا، الزيارة أبعاد، تجليات، آثار، أقسام، أنواع، غير ذلك من كل شيء يرتبط بثقافة الزيارة في نصوصنا الدينية. في الواقع الزيارة عرفناها لغة اصطلاحا بشكل عام، تكلمنا عن الزيارات الواردة عن المعصومين في المعصومين بشكل خاص، قسمناها إلى 6 أقسام إذا يتذكر الأحبة. الأمر أخذنا إلى أبحاث جانبية مهمة جدا اطرحتها بخدمة الأحبة، آخرها كان الهداية بأقسامها وأنواعها وتفاصيلها اللي البارحة توقفنا عدها. آخر شيء بينت بخدمة الأحبة، الآن أريد أقف عنده مرة ثانية وأكمل الكلام فيه. في الواقع هو الدوافع اللي تدفعنا لزيارة الأئمة عموما والحسين خصوصا. الشيعة أكو دوافع تدفعهم باتجاه زيارة أئمتهم عليهم السلام، على الأقل أشرت إلى دافعين، وأكو دوافع أخرى سأشير لها بهاي المحطة إن شاء الله تعالى. ما أدري إذا يتذكر الإخوة الدوافع، الدافع الأول كان الدافع العقائدي والثاني كان العاطفي. جزاكم الله خيرا وشكرا للشباب على هذا الانتباه والاستحضار، والله يجزيهم ألف خير. الدافع العاطفي قلنا إحنا ننظر لأئمتنا كأئمة معصومين عليهم السلام، تربطنا بيهم رابطة الدنيا والآخرة، مو بس الدنيا، مو بس الآخرة، حتى الدنيا. إحنا نعتقد الرابطة اللي تربطنا بأئمتنا على مستوى الدنيا والآخرة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هسه هنا لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، الرابطة رابطة شنو هنا؟ مرتبطة بالدنيا. أقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، فهنا رابطتنا بالحجة الإلهي مرتبطة بعالم الدنيا وبالآخرة، نجاتنا هم تكون من خلال الحجة الإلهي. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فليموت ميتة جاهلية يوم القيامة مصيره وين يكون بعد من النتيجة؟ إذا الميتة جاهلية المصير يوم القيامة شي يكون؟ أقول ارتباطنا بأئمة، إحنا نزور أئمتنا بدافع عقائدي، لأن دنيانا وأخرانا مرتبطة بنبينا وأئمتنا. إخواني أسألكم بالله الحق تعالى من يقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت شنو فيهم؟ فهنا الرابطة بالحجة الإله اللي هو النبي صارت حتى دنيوية، عذاب استئصال ما ينزل وأنت موجود. هذا أهل بيتي أمان لأهل الأرض، النبي يقول أهل بيتي أمان لأهل الأرض، أمان على المستوى التكويني وأمان على كل المستويات الأخرى، أمان. فارتباطنا بأهل هذا البيت ارتباط عقائدي إلى ربط تكويني وغير ذلك، ارتباطنا بهم ارتباطنا نجاتنا بالدنيا ونجاتنا بالآخرة، وش تريد تقول قول. فإذا الدافع الأول اللي يدفعنا إلى زيارة المعصوم دافع شنو؟ اعتقادي. ما أدري بأول البحث هسه، أرجو من الله أن يعيني على أن أقدر أبين هاي الأمور بشكل سهل وواضح ومرتب، أوصل فكرة ذول الشباب اللي هم أعز ما عدنا بالدنيا، أعز ما عدنا هاي الوجوه الطيبة الطاهرة الزكية، هاي الوجوه اللي جاية للحسين، جاية لله، جاية لأهل البيت عليهم السلام، ما جاية لأحد. سيد الشهداء هاي الوجوه جاية، غير سيد الشهداء منو حتى؟ كلها للحسين جاي. المهم أنا بأول البحث قلت مرة نتكلم عن الزيارة للمعصوم بشكل عام، مرة نتكلم عن زيارات المعصومين الواردة بالمعصومين بشكل خاص. هسه
دافع الزيارة للمعصوم بشكل عام أكو عدة دوافع. الأول عقائدي مثل ما بينا قبل كم ليلة والآن. هاي لما نتكلم عن الزيارة للمعصوم بشكل عام، ما دام ذكرت الدافع العقائدي اللي يدفعنا لزيارة المعصوم، هنا أنا هم يعجبني أعرج على زيارة المعصومين أو زيارات المعصومين بشكل خاص، والجانب العقائدي أو التجلي العقائدي الموجود في هذه الزيارات. يعني مرة أتكلم عن الزيارة وهي قصد المزور تعظيماً وتكريماً، مرة أتكلم عن الزيارات اللي قسمناها ست أقسام اللي أئمتنا خلوها إن نزورهم بيها لما نقصدهم، يو لما نقعد ببيوتنا ونريد نزورهم، نزورهم من خلال هاي الزيارات المأثورة. أقول الدافع اللي يدفعنا للزيارة وقصد المعصوم عليه السلام الأول عقائدي. الأمر الثاني الأردبين الليلة بخدمتكم، زيارات المعصومين المأثورة عنهم بيها تجليات كثيرة، واحدة من أهم تجلياتها تجلي العقائدي أو أيضاً الجانب العقائدي. فالجانب العقائدي ما يفارق الزيارة بشكل عام والزيارات اللي خلاها الأئمة بشكل خاص. قدرت أوصل فكرة يوم ما قدرت. هسه زيارة المعصوم دافعها الأول عقائدي، بينت شلون بمقدار ما. زيارات المعصومين أول تجلي من تجليات التجلي العقائدي هذا شلون، أو من أهم تجليات العقائدي هذا شلون، أبين بخدمتكم. ما أدري تجلي التوحيد في زيارات المعصومين، التوحيد من أقول توحيد يعني عقيدة يوم مو عقيدة، ساعدوني. توحيد توحيد يعني عقيدة، صحيح يولا؟ التوحيد وتجلياته موجود بزيارة المعصومين، زيارات المعصومين يوم موجود. على المستوى العام لزيارات المعصومين وعلى المستوى الخاص بالحسين مثلا، التجليات التوحيدية كلها موجودة بزيارات أهل البيت عليهم السلام. ولهذا هذا اللي يعترض علينا وما قاري زياراتنا وما يعرف قصدنا وما يعرف خلفيات هذه الزيارات ودوافعها وأسبابها وآياتها ورواياتها، هذا شو تقول شو تسولف وياه، منين تبدو وياه وين تنتهي وياه، شغلة طويلة هاي يعني، هذا مشكلة يعني حقيقة. هذا اللي يجي يتهمك على الجاهز، ماكو مشكلة، هذا منين تبدو وياه شو ما أعرف. هسه تقولي لا تعبنا الجو حار، شنو تجليات توحيد موجودة بزيارات الأئمة عموما والحسين خصوصا؟ تقدر تجيب لنا هذا التجليات العقائدية بأول مورد من مواردها التوحيد وهو يشكل رأس العقائد وأساس العقائد، تقدر تجيب لنا أمثلة على ذلك حتى الحكي يصير واضح؟ أقدر أجيب لك أمثلة على ذلك. زيارة الجامعة الكبيرة لإمامنا الهادي، زيارة عامة بكل أهل البيت وخاصة بإمام منهم، عامة، اتفقنا أول ليلة سولفنا وثاني ليلة عامة. زين ليش الإمام يعلم هذا اللي قال له علمني كلاما بليغا أقوله إذا زرتكم، ليش يقول له كبر 100 مرة قبل لا تقرأ زيارة الجامعة الكبيرة؟ قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا تجلي من تجليات التوحيد ومعرفة الله. ويولا لما الإمام عليه السلام يخلي قبل أن أقرأ الزيارة أقول هل قد مرة الله أكبر، يو الإمام بزيارة الجامعة يعبر فعظمتم جلاله، السلام على الأدلة على مرضات الله، من أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم، من قصده توجه بكم، السلام على محال معرفة الله. طبعا لما نتكلم عن معرفة الله، معرفة الله من خلال أسمائه ومعرفة الله من خلال صفاته، وصفاته يجي تقسيم ذاتي ثبوتي وأفعالي وجمالي وجلالي وكمالي وغير ذلك مما يقول فيها مما يقال في هذا العالم الصعب، عالم الإلهيات الصعب جدا اللي يجب أن يؤخذ من القرآن من النبي من آله عليهم السلام حتى المعرفة بي تكون صحيحة ومقبولة عند الله تعالى. وأنا مسولف على المنبر بهاي الأمور كثيرا ما أريد أكرر. فواحد مثل هاي المعارف يريد يطلع عليها يرجع لنهج البلاغة وخطب عن ابن أبي طالب معرفة الله وتوحيده، يرجع للصحيفة لعلي بن الحسين، يرجع لكتاب التوحيد للشيخ الصدوق
رحمة الله عليه حتى تكون عنده فكرة عن معرفة الله وتوحيد الله من المكان الصحيح السليم، مو لي يوصل الإنسان للتجسيم، يولي التشبيه، يولي الجبر، يولي التفويض، يولي التعطيل، يولي غير ذلك. وهاي كل احنا ما نقبلها، كل احنا نرفضها وما نقبلها، نعتبرها معرفة مو صحيحة. عفتوني لو بعدكم وياي. زين، هذه زيارات أهل البيت بشكل عام، يعني زيارة تشمل كل أهل البيت كجامعة. تعالي الزيارات الحسين بشكل خاص. في أكثر زيارات الحسين تقراها بالزور الحسين، تقرأ هاي الفقرة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. هاي العبارة تنقرأ أكثر زيارات الحسين يوم تنقرأ. ليش ما تجاوبني؟ تنقرأ. هاي توحيد يوم مو توحيد، توحيد يوم مو توحيد. أشهد أن لا إله، بزيارة الحسين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه. هاي هنا استحضار ملف قرآني: كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم. هنا أكو آية، هذا اللي يعبر عنه الآن بالدراسات القرآنية الحديثة اقتباس، يو تناص كما يعبرون، يو اقتباس. مرة يكون مباشر يجيب الآية نفسها، مرة يكون غير مباشر محتوى الآية، فحوى الآية تسطر الزيارة. هاي أشهد أن لا إله توحيد، زيارات الحسين. أقول هذا اللي يعترض على زياراتنا هو قاري زياراتنا، فاهم زياراتنا، عارف شكو بزياراتنا. أنا كل ما أروح للحسين وأزور بهاي الزيارات الخاصة أشهد لله بالوحدانية والألوهية والربوبية وغير ذلك. وهذا فاهم هذا الحكي وما فاهمه. وهاي تجليات عقائدية بموردها الأول التوحيدي إذا جاز التعبير ومعرفة الله، موجودة بزيارات المعصومين عليهم السلام. كل المسلمين كون يسمعون هذا الكلام حتى إذا أكو صورة ضبابية يعدلون نظرتهم إنه. وهذا كلام يبحث عن الحق، أما يعني ما يريد هذا الشيء ومقرر مطالبه وخالها على صفحة، أنا كلامي همويا وما تعب نفسي أصلاً. الله شو يسوي له؟ أكو واحد هو يكره الشيعة، لو تجيب لأدلة الأولين والآخرين هم يقول لك شنو؟ ما اقتنع، يعني هو أكو عنده موقف مسبق وبانع عليه ومقرر مطالبه وساد الباب. أنا أصلاً هم ما أحكي وياه ولا أضيع وقت وياه، أتكلم مع إنسان عاقل يريد يسمع. زين، أكثر من هذا، بس باوعوني، بس باوعوني، أكثر من هذا. أصلاً أنا بزيارات الحسين لما أزور سيد الشهداء، واحدة من الأمور الأشهد بيها لسيد الشهداء عليه السلام أنه موحد حقيقي لله تعالى، وأنه لم يشرك بالله طرفة عين. يعني حتى باوعوني يا شباب يا إخوة يا أحبة، يعني حتى لما أتكلم مع إمامي، واحدة من أهم الأمور اللي أكلم بيها بزيارات المعصومين أتكلم بيها عن توحيد إمامي، وأن الشرك لم يقترب منه ولا بمقدار أنملة في الواقع. حتى لما أكلم إمامي أكلم بالتوحيد ومعرفة الله، فأقول له: أشهد أنك كنت شنو؟ نوراً في الأصلاب والأرحام المطهرة. كملوا. لم تنجسك، يعني شنو لم تنجسك الجاهلية؟ الجاهلية جاهلية الشرك يوم مو الشرك، الجاهلية هي جاهلية شرك وكفر. أقول له: لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. أنا من أعتبر الجاهلية بشركها وكفرها نجاسة، والتوحيد في قبالها شي يكون الطهر والطهارة. أنا قاعد أسولف عن شنو أنا؟ شنو أسولف؟ أنا حتى لما أكلم إمامي وأخاطب إمامي أقول له: أنت موحد يا إمامي، وأنت عمرك ما أشركت،
والجاهلية مدنت يمك، مدنت يمك، ولا طريقها طريقك، وحاشاك وأنت منزه عن ذا. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها بشركها وكفرها، ولم تلبسك من شنو؟ ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. غيرك لبسوا هاي الثياب الوسخة الكدرة، انتو ثيابكم طاهرة، ما لبستوا إلا ثوب التوحيد. انتو هذه معاني عميقة، كلش عميقة، نقراها بزيارة الحسين. حتى من أتكلم يا إمامي وأشهد له بأمور، على رأس هذه الأمور أشهد له بأنك موحد يا إمامي، بل أنت مولى الموحدين يا إمامي، وسيد الموحدين أنت، وأول الموحدين أنت. أصلاً زيارتي من أولها لآخرها الدور بفلك شنو؟ ليش ما تجاوبني؟ التوحيد. لمن لا يفهم خلي يفهم، ولهذا إحنا أهل التوحيد، لحد هم يزاودنا على التوحيد، إحنا أهل التوحيد وإحنا أهل معرفة الله تعالى. أنا عندي علي بن أبي طالب مولى الموحدين، توحيدي أخذ منه. شلون تعبير؟ ولم تلبسك يا أبا عبد الله جاهلية، ولم تلبسك من شنو؟ أكو آية بسورة الأنعام العظيمة الكبيرة الثقيلة، أكو آية بسورة الأنعام، شوف، ولم تلبسك من مدلهمات. الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذنب واحد صغير يو كبير معدو. هنا أنا أتساءل، يا الذين آمنوا اللي ذنب واحد صغير يو كبير معدهم، عموم المؤمنين يو خصوصهم وخواصهم؟ أسألكم، لا صدق والله أسأل، صدق أسأل، ما أريد أضيع وقت، بالعكس الوقت ركض علي وأنا بعدني كل شيء ما قايل. الآن هم أريد أسوي مقارنة، جايب وياي صحيفة سجادية بين زيارة للحسين والصحيفة، دعاء من أدعية الصحيفة، عندي مقارنة، والوقت من الآن نص ساعة راح وبعدني كل شيء ما مسوي، فما قاعد أضيع وقت. آية بسورة أفلا يتدبرون القرآن ومو أفلا يتدبرون القرآن، جاوبني، أفلا يتدبرون في آية ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا، وفي آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، في آيتين أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن. يا إخوان، هاي الدراسات بالمجال الأكاديمي، شاعر كاتب له قصيدة، شاعر كبير كاتب له قصيدة، شوف شي يدرسون القصيدة ويهتمون بيها، وهذا الحرف ليش خلاه هنا، ليش ما خلاه هناك، وليش استخدم هنا هالشكل، ليش استخدم هناك الشكل، هاي على مستوى قصيدة مع الإنسان عادي، يو على مستوى نظرية، يو على مستوى ما أعرف شنو، شوف شلون يدرسوها ويتناقشون حتى بحروفها فضلا عن جملها وكلماتها، وهي عبارة عن نظريات بشرية وضعية، يجون علماء من بعدها ينقضون عليها، يقولون بها كذا حلقة مفقودة، كذا مشكلة بها، شوف شلون يتعبون بدراستها ويهتمون بها. القرآن كلام الله، شنو قيمة شغل البشر أمام القرآن وعظمة القرآن؟ كلام بالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا من يتدبره؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ذنب ظلم، كل ذنب في القرآن ظلم، من الشرك الأكبر للشرك الأصغر، يعني من الشرك اللي يخرج الإنسان عن الإسلام أن تجعل لله شريكا، إلى شرك العمل اللي هو شرك الذنوب. شلون؟ يا بني لا تشرك لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك شنو؟ لظلم. هنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا شرك كبير يخرج الإنسان من الإسلام، ولا شرك صغير ذنوب ومعاصي إذا استمر عليها الإنسان يصير فاسق، هناك يصير مشرك. دباوع لي، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك بذنب، ذول عوام المؤمنين وخواصهم، ها خواصهم،
ذول القلة مالتهم مو الكثرة، بدليل في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم، وما يؤمن وما يؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. القرآن الكريم يقول: وما يؤمن أكثرهم، أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شنو؟ مشركون. هنا أنا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وإن الظلم، إن الظلم لشرك، أو إن الشرك لظلم. فما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، يصير الأقلية غير مشركين، الأكثرية أكثرهم مشركون، ذنوب ومعاصي والآخر. الأقلية غير مشركة. من الأقلية غير مشركة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لا شرك أكبر ولا أصغر، ما عنده ذنب واحد، ما عنده، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أبدا. من هم ذول؟ أقلية في قبال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذول أقلية، أكثرهم في قبالها أقلهم. من هم ذول الأقلية؟ السابقون، السابقون. ماذا سورة الواقعة قسمت الناس كم قسم؟ ثلاثة: ميمنة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وميسر مشأمة، وسابقون سابقون قال عنهم ثلة من الأولين وقليل، مو مثل أصحاب اليمين ثلة بثلة. السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل. ذولا سابقون، سابقون أولئك المقربون. هم ذولا نفسهم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نفسهم أهل عصمة، أهل عصمة، أهل عصمة. ولهذا تكملت الآية بسورة الأنعام: لهم الأمن. النبي شنو قال بالحديث الموجود عند الخاص والعام؟ أهل بيتي شنو؟ أمان. شوف 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 الأمور، شوف أهل بيتي أمان. الآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن، أو أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء. الآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن. بعد: وهم مهتدون. في سورة غافر: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا اتبعوا اتبعوا. اجمع ذني الآيات، شوف المشهد شلون يكتمل، الصورة شلون تكتمل. تجي زيارة وارث تلخص هذا الحكي كله، تقول له: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام شنو؟ المطهرة، لم تنجسك الجاهلية. بعد: ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. ولم تلبسك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شرك ماكو، أنت سيد الموحدين يا أبا عبد الله. أصلا أنا حتى لما أخاطب إمامي أخاطبه بالتوحيد، أقول له: أنت موحد، لم تنجسك الجاهلية بشركها وكفرها. ولهذا اتبعناك، من أراد الله بدأ بكم. أقول لكم شيء آخر على جناح السرعة، ساعة كلش ركضت علي، على جناح السرعة أقول شيء آخر بسرعة، بس قبل لا أقول الأحبة تعبوا مني، عافوني لو بعدهم وياي، هاي بعدكم وياي مجاملة إلي لو حقيقة بعدكم وياي، مو مجاملة. زين، شوفوا إبراهيم لما إسماعيل كبر، إسماعيل كبر بآخر عمره إبراهيم، إسماعيل لما كبر وكان يبني الكعبة هو وإسماعيل، آخر عمر إبراهيم اللي بعد ما بناها انتقل إبراهيم إلى رحمة الله في الواقع ورضوانه، آخر عمر إبراهيم، دعا عدة دعوات أثناء بناء الكعبة، واحدة من دعواته: ربنا واجعلنا مو مسلمين، مو مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين. هو منو اللي كان يصعد بناء مال الكعبة ويا إسحاق وإسماعيل؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هاي نص القرآن الكريم، مو إسحاق، إسماعيل. نبينا وآله من حيث النسب يرجعون لإبراهيم، إسحاق وإسماعيل، إسماعيل. هذا أكو اختلاف به؟ ها؟ هو ما بيختلاف. زين، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني آني وإسماعيل مسلمين، آني وإسماعيل.
يجي السؤال إذا أريد نتدبر بالقرآن، اجعلنا مسلمين لك يا إسلام طلب إبراهيم. آخر عمره، آخر عمره يعني من بعد نبوة 90 سنة مثلاً، 100 سنة، طلب واجعلنا مسلمين لك أنا وإسماعيل. يا إسلام طلب إبراهيم إلى والإسماعيل يا إسلام، وحدة وحدة باوعوا لي. الإسلام اللي يخرج الإنسان من الكفر، يعني إسلام اللي واحد يقول، إسلام اللي واحد بلسانه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فشي يصير؟ يصير مسلم. هذا الإسلام طلب إبراهيم، لو هذا تحصيل حاصل كان موجود هذا. إبراهيم ما كفر حتى يطلع من الكفر. إبراهيم طلب إسلام لساني مع اعتقاد قلبي، اللي صاحبه إذا ما عنده يصير منافق، إذا ماكو اعتقاد قلبي بل يقوله بلسانه شي يصير؟ هذا الطلب إبراهيم، هذا هم تحصيل حاصل. إبراهيم كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله قلبا وقالبا. أطرح فرض ثالث، إبراهيم طلب إسلام لساني مع اعتقاد قلبي مع عمل صالح آخر عمره. العمل الصالح إبراهيم من أول عمره كان عنده، أصلاً هو تكسيره للأصنام ببابل بأول عمره عمل صالح يا مو عمل صالح. هجرته في سبيل الله من بابل لفلسطين عمل صالح يا مو عمل صالح عمل صالح. زين يا إسلام طلب إبراهيم آخر عمره، ربنا واجعلنا مسلمين لك يا إسلام. فرض رابع، الفرض الرابع إسلام تسليم كامل مطلق تام لله. حس تقول لي هذا ما كان موجود؟ درجات، هذا من درجات، يعني مثل أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن اطمئن قلبك، وقلبه ما كان مطمئن لا مطمئن، ولكن طلب آخر مراتب ودرجات اليقين آخر. هنا نهم التسليم. زين رب العالمين يستجيب الخليلة لو ما يستجيب؟ جاوبوني ها؟ يصيب ربنا واجعلنا مسلمين لك. إبراهيم هذا الإسلام العالي بأعلى وأكمل وأتم درجاته طلبه بس إلى وإسماعيل، يو طلبه بعد الشيء آخر؟ طلب الشيء آخر. المن طلبه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آني وإسماعيل أمة مسلمة لك. ومن ذريتنا آني وإسماعيل أمة مسلمة عدها إسلام تسليم كامل تام مطلق لله تعالى. سؤال، من هاي الذرية اللي من إسماعيل اللي إبراهيم طلب لها هذا الإسلام إلى والإسماعيل طلب لهاي الذرية من إسماعيل؟ من ذول؟ تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة سلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى. يقول إمامنا العاشر علي الهادي سلمتم له القضاء، سلمتم له القضاء، سلمتم هذا. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من ذريتي أنا وإسماعيل، يعني النبي وآله هم ذرية إسماعيل. هذا لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. أنا حتى لما أشهد لإمامي وأخاطب إمامي أخاطب أقول له أنت سيد الموحدين، أول الموحدين، إمام الموحدين، مولى الموحدين. التوحيد ما يفارقني بزيارات المعصومين من أولها إلى شنو؟ آخرها. أصل الأصول هو التوحيد، قدس الأقداس هو التوحيد. الاعتقاد بوجود الله، توحيد الله وغير ذلك. أقول الدافع اللي يدفعني زيارة المعصوم عقائدي، وهذا العنوان العقائدي يشمل أمور كثيرة مو بس زيارات المعصومين الواردة عن المعصومين، بيها تجليات كثيرة على رأسها تجليات العقائدية، على رأسها توحيد. أصلاً زيارات المعصومين قائمة على التوحيد، توحيد الله جل وعلا وألوهية الله تعالى وربوبية الله تعالى وإطاعة الله تعالى. شلون؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله. هاي زياراتنا من أولها إلى آخرها تركز على هذا الجانب المهم. مسلمون قبل لا يحجون يعترضون يسمعون من خصومنا، خلي يجون هم يشوفون الحقيقة بعيونهم يسمعوها حتى يعرفون فلسفة هاي الزيارات، دوافعها، آثارها، نتائجها، أسبابها، آياتها، رواياتها، ثقافتها، غير ذلك. هذا ضروري، ضروري هذا. زين، زيارات المعصومين الواردة بالمعصومين، من المعصومين للمعصومين، بها بس جانب التوحيد، النبوة. شنو؟ بل النبوات موجودة في زياراتنا، وكل ما نقرأ زيارات الأئمة عموماً والحسين خصوصاً نستحضر ملف النبوات عبر التاريخ. يعني زيارة من زيارات الحسين أول ما تبدي بيها السلام على آدم صفوة الله من خليقته، هنا استحضرنا ملف النبوة يوم استحضرنا، مو يا وارث آدم، لا لا، السلام على آدم في زيارة من زيارات الحسين صفوة الله من خليقته، أو كذا ما استحضرنا ملف النبوات من أول آدم. مثلا السلام على نوح المجاب في دعوته، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الله استجاب لغرقهم. السلام على نوح المجاب في دعوته، هاي نقراها بزيارة الحسين. من أقول السلام على آدم، من أقول السلام على نوح، من أقول السلام على موسى، من أقول السلام على عيسى، يعني استحضرت النبوة بل النبوات يوم ما استحضرتها. بابا زياراتنا هاي، زياراتنا تختزل وتختزل وتجمع الدين كله بكل فقراته وموارده القرآنية اللي القرآن ذكرها واستحضرها، زياراتنا تستحضرها. هذا الشيء يكون يعرف ويفهم. زين، هذا صار توحيد ونبوات. بعد خلص، بعد وقتي خلص، هاي البعد نأجلها. شنو؟ مو الليلة الآتية، بعد الليلة الآتية، الليلة الآتية ليلة العباس، ادعونا الله يوفقنا بيها. أنا ليلة العباس أشيل لها هم، يعني من الآن اضطرابي وخوفي بدأ. هي هاي الليلة تخوفني، وليلة طبرة أمير المؤمنين تخوفني، لأني ليلتين يخوفني. ليلة العباس مو ليلة سهلة، طلبونا من الله التوفيق، الله يجزكم خير، والتسديد، الله يجزكم ألف خير، وأن يبقينا على الخدمة، ويوم القيامة يكتبني ناعل الحسين. هاي كل شيء ما أريد، بس هاي هو، هاي مشرف الدنيا أنا ما أستحقه، بس هو الحسين كريم اللي يقبل أمثالي، هو الحسين كريم. وإلا شنو منو أنا على الحسين؟ ينعى على الحسين جبرائيل، ينعى على الحسين آدم، ينعى على الحسين نوح. ديروا بالكم على خدمة الحسين شباب، أحبكم ولهذا أحكي وياكم من قلبي، حافظوا على خدمة الحسين، ديروا بالكم عليها، خلوها خالصة لله، الله يجزوكم خير. لا تجيروها لهذا ودعكم ما أدري شنو، خلوها خالصة لله تعالى ولأهل البيت عليهم السلام، وخلوا دمعتكم سخية لأبو السجاد، ما شربت ماء باردا إلا وذكرت الحسين. مو يوم العاشر، عشرة محرم، يوم يقول كل ما أشرب ماي أذكر الحسين، كل ما أشرب ماي يا كل شربة ماي الحسين أستحضره، يعني الحسين يوميا حاضر يا جعفر الصادق. أبو السجاد هذا، الحسين هذا، ليلة عاشوراء أنا كل ليلة تعرفوني، هذا رسم عندي، رسم عندي، ليلة الأنصار هنا أنا أقرأ القصة اللي يقرأها سيد جابر أغائي رحمه الله بالستينات القرن الماضي، قراها بحرم علي بن أبي طالب، كبار السن بالنجف بعد يعرفون إيش أقول، وحتى شبابنا يعرفون.
أحب أقرأها بطريقة السيد جابر. هاي القصة كلش أحبها، كلش أحبها بطريقة السيد جابر وبطور سيد جابر أغائي رحمة الله عليه. والله يرحم كل خدمة الحسين الماضي، كل خدمة الحسين الماضي. يقول ليلة العاشر هذا نافع شاف الحسين طلع يتفقد الخيام. الحسين شاغلت الخيام، مأذيت الخيام، سوى خندق ورا الخيام خايف على بنياته وأخواته. شيخ عبد الزهرة رحمه الله من يوصل بالمقتل إلى مكان الحسين تم النساء يقول فصونوا حرائركم رحمكم الله، يعني ينطي موعظة أثناء المصيبة، يقول هذا خوف الحسين على عرضه. يقول فحافظوا على أعراضكم رحمكم الله. ويل عليك يا أبا عبد الله. زينب يوم العاشر وصلت رسالة لأبيات، وارجع على القصة. شكد أتمنى هاي الساعة توقف حتى نعب راحتي. تقول وين اللي يلوح بظهر الكحيل، وين اللي يلوح بظهر الكحيل وينهد على أهلي هدة السيل. هدة السيل على أهلي يمهم يصل ويصيح يا ويل يا ويل. مجمل يقلهم موش تفصيل، ما عندنا وقت، كون بسرعة الضويات قللوا لياهن، ريد نبشي على الحسين. مجمل يقلهم موش تفصيل، شي يقولهم سل الصوارم يا بهالي يا بني هاشم يا سادة سل الصوارم يا بهالي. الشيخ العشيرة سحقت الخير، والله شيخ العشيرة سحقت الخيل وزينب عليها شلشل اللي 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 وباكر يركبوها المغازيل. الله 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 الله. هذا نافع بن هلال يقول شفت الحسين ليلة عاشوراء طالع يتفقد الخيام عين على نزوان على بنيات على غوات غايبة لين العرض. يقول أنا مشيت وراء قلت خاف ذولا بني أمية غدارين ذولا ما عندهم شرف ولا إنسانية ولا دين ولا غيرة ولا مسوخ قيء تاريخ ذولا بني أمية قيء تاريخ. المهم يقول قلت أمشي وراء الحسين أخاف عليه. يقول حس بي منو هذا يمشي وراي نافع؟ قلت له فداك نافع وأهل نافع وعشيرة نافع يروي لك بدوة أبا عبد الله. قال ليش طلعك بهالليل؟ قلت له خوفا عليك سيدي أبا تأذل لي أمشي وراك أخاف عليه ذول بني أمية غدارين. يقول قال لي شوف ذن الربوتين؟ قلت له نعم. قال لي خذ ما بينهما وانجو بنفسك، القوم لا يريدون غيري، إذا ظفروا بي ذهلوا عن غيري، لا يطلبون إلا دمي، أنت في حل من بيعتي. قلت له سيدي ليش يعني أروح وأعوفك؟ قال لي حتى تعيش. قلت له قبح الله العيش بعدك. قال لي جزاك الله خير. المهم يقول أسولف وياه مر على الخيام، قال لي أني أرد أدخل خيمة أختي زينب أسلم عليها ليلة العاشر، هاي خيمة زينب كون أدخل أسلم. سيدي تسمح لي أبقى باب الخيمة واقف على ما تطلع وصلك الخيمتك وأروح للأنصار؟ قال لي براحتك. يقول دخل اسمع تسلم. أنا بردة السلام. هلا حمانة هلا أخويا هلا كبيرنا أبونا هلا ابن رسول الله. فرجنا لك الخيمة ارتاح
يا حسين تقول له الحسين ايش بيك؟ ليلة السادس اقرا وياه يصير ابو تعزية. فرجنا لك الخيم ارتاح يا حسين. شو يقول هذا الشاعر؟ شنو هالرقة؟ عيدها وياي. فرجنا لك الخيم ارتاح يا حسين وجمعنا لك دمع بكي النساوي. اريدك يوم القيامة تقول له للحسين انا نعيت عليك ابا عبد الله، قريت عليك انا هيجي. اريدك تنعى وياي على الحسين، ان شاء الله يوم القيامة يسموك ناع ان شاء الله. فرجنا لك الخيم ارتاح يا حسين وجمعنا لك دمع بكي النساوين. يقول سمعتها تقول لاخوي ابا عبد الله اكو شم حجاية بقلبي اريد اقول لك، تسمح لي تفضلي؟ قالت له هل بلوت اصحابك؟ هل خبرتهم؟ اخشى ان يسلموك عند الهزمه واصدقائك الهزمه، خاف يسلموك للعدو، انا خايف عليك. اختبرتهم جبتهم. قال زينب بلوتهم فما وجدت فيهم الا الاقعس الاشوس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالي بأمه. سيد جابر غا يقول ذهب ذولة تيزاب صافي ذولة تيعلق. هذا نافع يقول من سمعت كلام زينب قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. زينب ما مرتاحة، شوعا في الخيمة وراح إلى مضارب الأنصار ولهم دوي كدوي النحل. هذا يقرأ قرآن وذاك يصلي وهذا قائم وذاك قاعد. إجا قعد يم شيخهم كبيرهم شيبتهم فقيههم حبيب بن مظاهر الأسدي قعد يمه. سلام عليكم شيخنا، عليكم السلام. قال له شيخنا القصة كيت وكيت كذا وكذا. زينب ترى خايفة ما مرتاحة. قال له والمطلوب؟ قال له المطلوب شنو رايك نسوي لنا هوسة مظاهرة؟ يا مخيمة زينب يقول له منعوف الحسين. قال له والله خوش فكرة. وقف حبيب قد شد حاجبه بعصابه. صاح يا أبطال الصفا يا فرسان الهجاء. طلعوا من كل جانب ومكان. أمر شيخنا العباس إج هو وبني هاشم. قال له سيد الكلام مو معكم، لا سهرت عيونكم، ارجعوا إلى مضاربكم، الحكي ويا جماعتي ويا الأنصار. رجع العباس قالهم يا أبطال القصة كيت وكيت كذا وكذا، شنو رايكم نسوي لنا فد هوسة قدام خيمة زينب نطمئنها؟ قالوا له ما يخالف، شي يفرح هذا. أخذهم حبيبه وراح الحسين بعد قاعد يم زينب. وصلوا يم خيمة زينب يتقدمهم حبيب بن مبارك. صاح السلام عليكم أهل بيت النبوة، موضع الرسالة مختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. سمع الحسين قالها زينب، قالت نعم. قال هذا نافع كانوا وياي، لابد سمع حجيش، راح خبر الأنصار وجابهم، ذولا جايين يطمئنوك إليك مو إلي. قالت لو شنو أسوي؟ قالها جاوبي الحبيب سلم عليك. ايش سوت زينب؟ طلعت عباية أمها فاطمة الزهراء. لبست عباية فاطمة وقفت ورا باب الخيمة، قالت وعليك السلام حبيب، حبيبا زبوني معرفة من أنا، أنا زينب ابنة أمير المؤمنين. حبيب لا تقصر عن نصرة هذا الغريب الغريب الغريب. حبيب قعد بالقاع نزع عمامته. أنا منين وتسلم علي؟
بنت المرتضى عامي الحمية وما فاطمة الزهرة الزكية وهي مخدرة عباس هي. سمع أبو الفضل سيد جابر يقول صوت ليل يوصل هدوء وصوت يوصل سيد جابر. اجى العباس ناس عمامته يركض صوت زينب. قالها اخويا اش طلعت من خيمتك يا من فدوى يروح اخوك لهيبتك. شلون تنظامين بوجود اخوتيك وخيمتك بسيوفنا مظليلها. قلت لا انا خايفه لا تقول مدري. معنا يا أمير المؤمنين بجوارك يا أبا الحسن البنية بنيتك يا علي. أنا خايفة لا تقول مدري يا عباس يا صيوان خدري. أخويا أنا خايفة ينهتك ستري. قلها عيناج لا ينخطف لوني تشحدهم عدانا يوصلوني يا أبا يوصلوني جبن والدي قرة عيوني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شنو هالمصيبة هاي؟ ما هي إلا ساعات ليلة عاشورة وإذا الشاعر يقول قضوا حق عليهم دون الخيام. يا بي ولا خلوا خوات حسين لمن خلصوا تفايض منهم لام تهاووا مثل مهوى النجم من غر. شلون هذا الرمح بفادة ثنى وهذاك صار للنشاب رنة وهذا الخيل صدره رض رضن وهذا وذاك بالهندي موذر